الطالب يبدأ بقراءة ودراسة الكتب المختصرة الصغيرة، لا يبدأ بالكتب الكبيرة، لا يبدأ بصحيح البخاري، يبدأ بالكتب الصغيرة المختصرة المؤلفة من أهل السنة والجماعة. 학생들이 그 하디스 책을 접할 때 이렇게 두꺼운 아주 내용 하디스 내용이 많이 들어 있는 두꺼운 책을 접할 것이 아니고 아주 부담이 없는 가벼운 조금 조금 내용이 들어있는 포켓용 그런 하디스 책을 읽기를 권장합니다. 네. الكتب التي أوصى ونصح بها العلماء، العلماء يقولوا أنت لابد تبدأ بهذا الكتاب، إذن أنا أبدأ كما قال العلماء الكبار. العلماء الآن يقول لك مثلا أول شيء لابد تبدأ بالتوحيد، لابد تسمع هذا وتبدأ بالتوحيد. الإسلام 대학자들은 공부할 때 읽을 때 توحيد 즉 하나님의 유일성 에 관한 그런 내용을 먼저 공부하라라고 이렇게 이야기합니다.